استخدام الكمامة في هذه الفترة أصبح ضرورة ملحة، لأنه فعلا لو المواطنين كلهم قدروا يستخدموا الكمامة ده هيقلل معدلات الانتشار بنسبة كويسة جدا. وعشان نستخدم الكمامة بشكل سليم لازم في البداية بغسل إيدي بالمية والصابون لمدة 20 ثانية، أو إن أنا بستخدم كحول وبفرك إيدي بالكحول برضو لمدة من 20 ل 30 ثانية. هنا لازم بفرك إيدي بالشكل ده، وبعدين بخلل بين الأصابع كده وكده، وبعدين بمسك الصباع الكبير وأفركه، بمسك الصباع الكبير الناحية التانية وأفركه، وبعدين أطراف الأصابع بفركها كده وأطراف الأصابع بفركها كده، وكل ده بيتم لمدة 20 ثانية. الكحول بيقدر إن هو يزيل الطبقة الدهنية الموجودة على الفيروس، وبالتالي بيخلي الفيروس غير قابل للانتشار أو يسبب المرض. وبعد كده بمسك الكمامة من أطرافها وأقوم جاي، المفروض إن الكمامة لها طرف علوي وطرف سفلي. الطرف العلوي هو اللي بيبقى الثنايات فيه لتحت، والطرف السفلي اللي هو ما بيبقاش فيه او الثنايات بتبقى بص عليه. كمان الطرف العلوي بيبقى فيه دعامة هنا علشان تساعد ان انا اقدر احط الكمامة وامسكها بشكل كويس على الانف، احكم على الانف بشكل كويس. بمسك الكمامة من أطرافها زي كده، وبقوم جاي حاططها على الوجه بحيث إنها تغطي الأنف والفم والذقن، وأعلقها على ودني بالشكل ده وأشدها عشان تغطي الدقن كمان. وبعد كده بضغط على الدعامة عشان تحكم الكمامة وما تخليش في أي هواء جاي من الخارج يقدر يخش لي جوه. طول ما أنا لابس الكمامة المفروض إن إيدي لا تلمس السطح الخارجي للكمامة. الكمامة ليها سطح خارجي وهو دايما السطح الغامق، وده علشان غامق بالشكل ده، وهو كمان بيخلي اي شيء لا يبقى على السطح. وليه سطح داخلي، السطح الداخلي ده المفروض ان هو عنده قدرة على امتصاص بخار المية اللي بيخرج من النفس. دي الكمامة الجراحية، واستخدام الكمامة الجراحية المفروض انه له درجة حماية عالية شوية. لكن كمان احنا ممكن نستخدم الكمامة القماشية، والكمامة القماشية هي فرصتها انها ممكن نستخدمها ونعيد غسلها وكيها، بس برضو مع الاستخدام السليم. لازم ايدي ما تلمس السطح الخارجي، ولازم اتخلص من او اخلع الكمامة واحطها، اذا كانت كمامة قماشية بحطها في الغسيل علشان تتغسل بالمية والصابون وعلى درجة حرارة عالية شوية تقارب مثلا 60 درجة مئوية. بالنسبة للكمامة الجراحية المفروض ان انا لما باجي اخلعها بمسكها من اطرافها او من الجزء المطاطي ده، واخلع الكمامة بدون لمس السطح الخارجي، وبعد كده بقوم اتخلص منها في كيس للقمامة، وهذا الكيس يتم غلقه جيدا علشان ما تكونش سبب او مصدر للعدوى بعد كده. احمي نفسك واحمي عيلتك واحمي بلدك واحمي المجتمع بالالتزام بالاجراءات الاحترازيه وارتداء الكمامه، وزي ما شفنا في التقرير طريقه لبس الكمامه الصحيح. النهارده بنتكلم على الوقايه من الاصابه بفيروس كورونا، وطبعا احنا شايفين ان الجائحه في العالم كله بعض الدول لجأت لعوده الحياه بشكل طبيعي، ولكن لسه ما زال في مجموعه اخرى من الدول عندها اعداد متقدمه في الاصابه، لسه ما زال في مجموعه من الاجراءات الاحترازيه. ازاي نقدر ان احنا نقي انفسنا، وازاي نقدر ان احنا كمان نقي اطفالنا، وخاصه ان احنا كنا مستبعدين فكره اصابه الاطفال بكوفيد 19 او فيروس كورونا، وكنا بنقول انه الجهاز المناعي بتاعهم قوي جدا، فبالتالي هم مش عرضه للاصابه بهذا الفيروس. ولكن بعض الحالات ظهرت وخاصه في الاطفال، وممكن كمان تكون الاصابات شديده في الاطفال الرضع. تفاصيل اكتر عن وقايه اطفالنا من الاصابه بفيروس كورونا من خلال لقائنا مع حضراتكم، وضفنا الاستاذ الدكتور محمود الموجي رائد طب التغذيه والنمو في الاطفال، واستاذ طب الاطفال واستشاري اضطرابات النمو بكليه طب الازهر. اهلا بحضرتك. اهلا
يا فندم. صباح الخير. يا صباح الفل. ليه الاطفال من اول ما ظهرت الجائحه كانت قال انه الاطفال بعيدين والحمد لله بعيدين عن الاصابه بفيروس كورونا، وبعدين فوجئنا انه في بعض الاطفال تم اصابتهم بهذا الفيروس لكن هم مش عدد كبير جدا يعني، وكمان بيتم شفائهم بشكل اسرع من البالغين يعني. تمام كلامك. الحقيقه الاحصائيات في الدول اللي فيها اصابات كتيره بينت ان نسبه اصابه الاطفال ما بين الكل نسبه واطيه جدا، يعني مثلا ممكن تبقى حوالي 2% او حاجه زي كده، وكمان الطفل بتبقى الحاله بتاعته في الاغلب بتبقى حاله خفيفه او المضاعفات اقل، والوفيات تكاد تكون معدومه. ليه بقى الطفل يعني الحاله بتاعته احسن؟ ليه؟ اول حاجه طبعا جهاز الجهاز التنفسي بتاعه يعني سليم اكتر، لانه ما تعرضش للتلوث ودخان السجائر زي الكبار، فبالتالي يكون صحته احسن الجهاز التنفسي. وبعدين بقى في بردك دراسات وقالت ان الاطفال الجهاز التنفسي بتاعهم يعني في خلايا مستقبله للفيروس، دي اقل في الاطفال عن الكبار، وبالتالي احتمال ان المرض يكون اشد في الكبار اكتر. ما ننساش كمان التطعيم، الطفل طبعا خد تطعيمات في الطفوله وما فاتش وقت عليها كتير، فممكن تكون تاثيرها اقوى نوعا ما. في حاجه تانية اسمها innate immunity اللي هي المناعه اللي الانسان مولود بيها، برضك في دراسات بتقول انها اقوى في الاطفال عن الكبار. انا في رايي الحقيقه ان كل الافتراضات دي في الغالب صح وبتزود على بعض وتحمي الطفل، لكن ما ننساش ان الطفل عرضه للاصابه زيه زي غيره، وبالتالي لما يصاب معرض ان هو ينقل المرض للاخرين. دي نقطه مهمه طبعا. وخاصه انه مثلا ما يبقاش عنده اعراض او الاعراض خفيفه، فمش داري هو ولا اللي حواليه ان هو بينقل المرض، وممكن ينقله للشخص اكثر عرضه انه يجيله مضاعفات، فلابد من الاحتياط عند الطفل زي الكبار. دكتور، مؤخرا كمان بعض الدراسات اشارت انه الاشخاص الناقلين للفيروس هم اللي بتظهر عليهم الاعراض، انه قبل كده كان في معتقد خطا انه ممكن الواحد يبقى حامل للفيروس مش باين عليه اي اعراض ويبقى ناقل لهذه الاعراض للاخرين، هل الكلام ده صحيح؟ ده كلام جديد الحقيقه وده مهم، لكن يعني اللي هو بيقولوا ايه، ان الشخص اللي ما عندوش اعراض مش ناقل، من الصعب ان ينقل الفيروس، بس احنا مش عايزين يعني نطمن نتساهل في الموضوع ده لغايه لما يثبت 100%، وبرضك نواصل الحرص في التعامل مع اي شخص حتى لو ما كانش عنده اعراض. طيب لو اتكلمنا على الام الحامل، هل لو اصيبت بالفيروس تنقل ده للجنين؟ موضوع الام الحامل الحقيقه في دراسات اتعملت كتير وشغاله لسه الدراسات، وفي دراسه مهمه اتعملت في انجلترا يعني سجلوا اكتر من 400 حاله ام حامل، فلقوا ان بالنسبه للاعراض ما هيش اشد، ولانهم لاحظوا انها لو حصلت الاصابه في اخر الاول التريمستر الثالث اللي هو يعني الشهور الاخيره بتكون اشد، عشان كده وجب الحرص. نيجي بقى هل بتعمل مضاعفات اثناء الحمل؟ بالنسبه للدراسه دي ما لقوش ان في زياده يعني ذات يعني عاليه في المضاعفات في الامهات الحوامل، والولاده لما الطفل يتولد بردك شافوا عملوا له الاختبار وشافوا هل اتنقل له، لقوا انه اتنقل بس بنسبه قليله جدا، لكن الاهم ان الطفل ممكن يتعدي بعد الولاده زي اي شخص اخر، سواء من الام
او من شخص اخر. وبالنسبه للرضاعه ما لقوش ان الفيروس ده بينزل في لبن الام وبالتالي ممكن ترضع، بس طبعا مع الاحتياطات اللي هي الكمامه وتغسل ايديها عشان ما تتنقلش العدوى له. طب دكتور، طبعا حضرتك عارف انه وسائل التواصل الاجتماعي سهلت الحصول على المعلومه بشكل او باخر، في بعض الاراء اتكلمت او بعض المتخصصين اتكلموا على نوع من انواع الفيتامينات، والفيتامين ده فيه مكون من لبن الام، ويقال ده وفقا للي اتقال طبعا على وسائل التواصل الاجتماعي، واحنا بنصحح المعلومات، يعني فرصه ان حضرتك معانا النهارده نصحح المعلومات لكل الساده المشاهدين، انه مكون اساسي من هذا الفيتامين في لبن الام، وده زي بيغلف في الرئه فما بيخليش فيروس كورونا يمسك في الرئه. هل المعلومات دي صحيحه؟ شوف ده هيجرنا لموضوع الوقايه، وازاي نحسن المناعه عند اي انسان سواء طفل او كبير عشان يقدر يقاوم المرض. والله اول حاجه طبعا الغذاء، الغذاء الصحي المتوازن اللي يحتوي على كثير من الخضروات والفواكه لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن. دي نقطه مهمه. موضوع استهلاك السكر، ان الانسان ياخد سكر كتير، ده وجد ان هو بيأثر سلبيا على المناعه، وخاصه تأثيره على كرات الدم البيض، فما ننصحش ابدا ان ايه زياده في استهلاك السكر. يعني ياخد قد ايه؟ قالوا انه يبقى حوالي 10% من احتياجاته من السعرات الحراريه، او بصوره اسهل 25 جرام في اليوم بالنسبه للكبار او البالغين. طبعا الاطفال هتكون ايه؟ اقل. طبعا. وطبعا مثلا زي حاجه زي المياه الغازيه والحاجات دي، دي طبعا تحتوي على دي خطر عامه على الصحه. تحتوي على نسبه سكر عاليه جدا، فطبعا ايه؟ يجب تجنبه. اللي فيه بقى حاجات يعني مكملات غذائيه، يعني كثير من الابحاث قالت انها مفيده، زي حاجات الزنك مهم جدا بردك في الوقايه، وفي لاكتوفيرين وفيتامين جيم او فيتامين سي. دول ما فيش معنى ان الانسان ياخدهم كمكمل غذائي للمساعده على الوقايه، لكن اهم حاجه في الوقايه اللي هو اتخاذ الاحتياطات الهامه اللي متفق عليها جدا، اللي هي التباعد الاجتماعي بيني وبين الشخص اللي قدامي لا يقل عن متر، الابتعاد عن الاماكن المغلقه والمزدحمه، غسيل الايدين. غسيل الايدين طبعا ده مهم جدا، وبغسلها بالميه والصابون لمده 20 ثانيه ويكون في رغاوي كويسه. ودي لان ايه؟ العدوى بتنتقل ازاي؟ هو دلوقتي الشخص اللي عنده الفيروس او المريض بيتكلم او يكح او يعطس، بيطلع رذاذ من بقه. الرذاذ ده ينتقل الى الشخص السليم ويؤدي الى المرض، عشان كده التباعد. او الرذاذ ده ما يلاقيش شخص اخر ينزل على الاسطح. على الاسطح. اسطح زي ايه؟ المكتب، الترابيزه، اكره الباب، اي حاجه ينزل عليه. يقعد قد ايه؟ بتختلف حسب نوع الماده اللي نزل عليه. يعني حاجات الستينلس ستيل والبلاستيك حوالي 3 ايام. في ناس قالوا ممكن تكون اكتر، وفي حاجات تقعد عده ساعات، عشان كده لازم نطهر كل حاجه متوقع الانسان يلمسها، زي مثلا الترابزين السلالم بدل ده من الحاجات المهمه اللي لازم تتنظف. واكره الباب. اكره الباب دي كلها لازم تتنظف يوميا على الاقل مره في اليوم. طيب دكتور، لو اتكلمنا على طبعا العلاج بالبلازما ومن المتعافين من فيروس كورونا، وده احنا سمعناه كتير جدا وجايب نتائج كويسه، بعدين فوجئنا انه في بعض الاقوال بتقول لا ده مش النتائج بتاعته قويه جدا، لا احنا محتاجين فعلا فاكسين ومحتاجين ان احنا ندي امصال ويبقى في علاج خاص لكورونا.
طبعا الفاكسين ده هو الحل النهائي طبعا، وده ان شاء الله انا يعني نصل له، العالم يصل له في ظرف شهور. لكن موضوع البلازما ده فعلا حاجه كويسه جدا، اللي هو بياخدوا البلازما من الاشخاص المتعافين اللي يكون فات 14 يوم لغايه 30 يوم، دي الفتره اللي ايه بياخدوا فيها. فدي بيعطى للناس الحالات الشديده مش لكل حاله، وبتجيب نتيجه بتبقى مفيده. طبعا في اشتراطات في الشخص المتبرع، طبعا في البروتوكول بتاع وزاره الصحه معروفه الايه الاشتراطات دي. طيب دكتور، يعني هو سؤال يمكن يبقى يعني غريب شويه، بس ناس تقول هي كورونا دي هتخلص امتى؟ يعني احنا هنتخلص من الكابوس اللي دخل حياتنا ده امتى؟ والله كل يوم بنسمع اجابه مختلفه. يعني ممكن حاجه اقولها النهارده بكره تتغير خالص واحنا مش عارفين. فطبعا بتختلف من دوله للتانيه، لكن الشواهد بتقول مثلا في دول كانت الارقام خرافيه ومع ذلك دلوقتي تحكموا فيه والاعداد قلت قوي قوي. طب ما هو يا دكتور معلش انا اسفل اقطع كلام حضرتك، علامه الاستفهام عند المواطن العادي، انا مش بتكلم في مجال المتخصصين او الدكاتره او اللي بيقروا الارقام ويقدروا ان هم يحللوها. شافوا ان ايطاليا كانت عندها نسب اصابات عاليه جدا. أيوه. ونسب وفيات عاليه جدا، ودلوقتي رجعوا مره تانية لايقاع حياتهم الطبيعي، حتى بعض الاشخاص مش ملتزمين بالماسك. علامه الاستفهام دي بتقف عند ناس كتيره قوي مش فاهمين ازاي من ذروه للا شيء. ما هتاخذوا الاجراءات خصوصا اللي هو التباعد الاجتماعي والغسيل ايدين والكمامه، ودي طبعا مهمه جدا، فجابت نتيجه بس دفعوا ثمن غالي طبعا. احنا ان شاء الله في مصر نعمل ان ما نوصلش للثمن الغالي ده، والامور تستدب يعني قريبا ان شاء الله. طيب كمان من المصطلحات اللي احنا بنسمعها مناعه القطيع، انه معظم الناس يصابوا بهذا الفيروس، يتعافى من يتعافى، ويعني مضاعفاته تبقى شديدة على الآخرين. يعني إيه مناعة القطيع؟ مناعة القطيع إن لو وصل نسبة المناعة نتيجة الإصابة بالمرض نسبة عالية إلى مثلا حوالي 80%، ممكن ينقطع العدوى الانتقال، لأن الفيروس مش هيلاقي حد يروح له لأن الكل عنده مناعة، هيقل دي هي قصدهم بمناعة. طيب دكتور، لما نتكلم على لو قلنا التغذية في الأطفال غير التغذية في البالغين شوية، الأطفال أولادنا احنا بندي فيتامين سي، مجموعة الأدوية أو الفيتامينز اللي حضرتك اتكلمت عليها، الزنك وفي اللاكتوفيرين. هل الاطفال زي البالغين بياخدوا نفس الجرعات دي ولا؟ طبعا الجرعات دي بتبقى اقل يعني. اقل طبعا. طيب الاكل بتاعهم ازاي؟ الاكل بردك الكلام اللي انا قلته عن الاكل ينطبق على الاطفال. اكل متوازن ويحتوي على خضروات وفواكه عشان يحتوي على الفيتامينات والمعادن، وتقليل السكر بالنسبه اللي انا قلتها. وانا عايز اقول ان السمنه المفرطه من عوامل الخطوره في الاصابه بالفيروس يعني سمنة. عندهم سمنه مفرطه بيبقوا معرضين اكتر للمضاعفات. وبدك عايز اقول حاجه على الكمامه يلبسها الجميع. طب الطفل بردك يلبسها من سن قد ايه؟ من سن سنتين. وش معنى سن سنتين؟ لان هو ده السن اللي الطفل يقدر يقلع يشيلها، يقدر يشيل الكمامة على وشه. فده قالوا ان ده السن هو المناسب اللي نبتدي منه نعلم الطفل يلبس الكمامة. وطبعا الطفل بيحب يقلد الكبار اكيد. فكل حاجة كويسة هيعملها الكبير هيقلدها الطفل، هيقلدها. فده نستغل الحكاية دي. طيب دكتور، سؤال اخير قبل ما ينتهي وقتنا، برضو سمعنا من التحذيرات عن ارتداء الكمامة لفترات طويلة، انه ده برضو بيسبب بعض المشاكل الصحية للأشخاص وخاصة الأطفال بيحسوا بدوخة. مدى صحة هذا الكلام؟ لا الكمامة الصحية ما يعني صعب انها تعمل حاجة دي، واحنا اتفقنا انها هتتلبس امتى؟
لما يكون في مخالطه باشخاص اخرين، لكن في البيت لا. لبسي في البيت ولا مثلا في حته هو لوحده بس ما فيش داعي، لكن لما يدخل الانسان في حته متوقع ان فيها زحام زي البنك زي السوبر ماركت وهكذا لازم يكون لابس الكمامه. جميل، نورتنا دكتور، شكرا جزيلا لوجودك معانا. اشكرك طبعا على مجموعه المعلومات الطبيه القيمه اللي سمعناها، ومستمرين معاكم طبعا في التوعيه عن هذا الفيروس ان شاء الله باذن الله ربنا يزيح هذا الوباء. هنخرج لفاصل، بعد الفاصل ان شاء الله اكون ضيفنا في الفقره اللي جايه ان شاء الله محمود عبد الظاهر، وهو احد شعرائنا الشباب، وهنفك شويه كده معاكم ونسمع شعر، لانه بالتاكيد هنسمع حاجه على كورونا بعد هذا الفاصل. شفتح الهادي النار واللي بيساعد بقلبه دول ما تعدش قطار، دول جنود مصر وزمانها، دول عشاريك صارمين، دول امل مصر وولادها، يتشكر مين ولا مين. يسلم الناس اللي صاحيه، شد حيلها للنهار، واللي